بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. الشيعة لهم كلمة، في موارد كثيرة يقولونها، يقولون: الله، محمد، علي. اللهم صل على محمد. هذه الكلمة ومعلوم ما هي الأسباب تثير البعض، عندهم حساسية. والحساسية درجات، حساسية بعض منهم بدرجة عالية جدا، حساسية موت، حتى كتب بعض بأن هذه الكلمة أن يجعل اسم النبي صلى الله عليه وآله بعد اسم الله عز وجل وبجانب اسم الله عز وجل هذا من الشرك، وكتبوا ذلك. ابتلاء المؤمنين حقا ابتلاء صعب، امتحاناتهم امتحانات صعبة. المؤمنون مبتلون بأمثال هؤلاء. يعني الإنسان المؤمن لا يعرف كيف يتعامل مع هكذا عقول. جدا صعب شخص بهذا المستوى المتدني من الفهم، كيف تحدثه أصلا؟ كيف تستدله وهو يعتبر رجل دين، وهو يعتبر مفتي؟ ليته كان مفتيا في الفقه فقط، لا، منظر في العقائد. هذا شرك، هذا ليس شركان. سواء كان هذا الشيء شركا أو لم يكن شركا، فإن ذلك ما يفعله جميع المسلمين. وفي كل صلواتهم الواجبة والمستحب يفعلون ذلك، يجعلون اسم رسول الله بجنب اسم الله عز وجل، وبنفس العبارة من دون تغيير في صياغة العبارة في كل صلاة. في التشهد كل المسلمين بلا استثناء يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. جعلوا اسم رسول الله بجنب اسم الله عز وجل وبنفس الصيغة، أشهدوا هذا أشهدوا، من دون تغيير في التعبير. كان بإمكان الأوامر الإلهية أن تصدر بأنه غير العبارة على الأقل، لا نفس العبارة. إذا كان هذا شركا فكل المسلمين مشركون، وفي الأذان كذلك، وفي الإقامة كذلك، وفي موارد أخرى كذلك. القرآن الكريم إذا هذا شرك اعتبر القرآن كتاب شركا والعياذ بالله. القرآن الكريم جعل رسول الله صلى الله عليه وآله بجنب اسم الله في آية واحدة، في آيتين، في آيات وآيات. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله محمد علي. حتى الجملة ما تغيرت، عطف اسم على اسم. وليكم الله، رسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا شرك اعتبروه. وآيات وآيات. على أي حال، هذا ابتلاء المؤمنين، جزء ابتلاء المؤمنين، الحمد لله رب العالمين. نرجع إلى ما بدأنا به، الله محمد علي صلوات الله عليه وآله وصلى على محمد وعلى فرض المحال ليس بمحال. في القرآن الكريم يوجد فرض لمحال، يفرض الإنسان شيئا هو مستحيل عقلا. لو كان، القرآن يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان، هذا مستحيل، استحالة عقلية، يعني أشد أنواع درجات الاستحالة، الاستحالة العقلية يعني يستلزم اجتماع النقيضين. القرآن فرضه، لو حرف شرط لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، ممكن الإنسان يفرض. أريد أن أفرض شيئا، لو فرض محال طبعا، لو كان الإنسان يتمكن أن يهرب من الله عز وجل، لو كنا نتمكن أن نفر من حكومة الله، لو كنا نتمكن أن نخرج من ملك الله، هل كنا نجد ربا وإلها أفضل من الله؟ الله عز وجل الذي يمهل على الذنوب لعله يتوب، وهو قادر على العقاب فورا. الله عز وجل الذي يغفر الذنوب، يعني جرائم الإنسان تجاه ربه عز وجل يغفرها بأبسط توبة، ندم، عزم على أن لا يعود، استغفر الله، خلص غفر الذنب. هكذا إله. الله الذي يفرح بتوبة المؤمن
طبعا يفرح بالنسبة إلى الله عز وجل له معنى خاص. الله الذي يشجع على التوبة ولا فرق عنده بين التائب وغير التائب وغير التائب، بالنسبة إلى قدراته لا فرق، يدخل شخصا إلى الجنة أو يدخل شخصا إلى النار، عنده في القدرة سواء. الله الذي يغفر الذنب فقط، لا، يبدل السيئات إلى حسنات. هكذا رب، هكذا إله. لو تمكننا أن نخرج من حكم الله كنا نجد هكذا رب؟ والكثير الكثير الكثير من كرم الله مع الخلق، من جود الله على الخلق. ناهيك عن صفاته الجميلة، الله العالم بكل شيء بل العليم بكل شيء، القادر على كل شيء بل هو على كل شيء قدير، المنزه من كل قبيح، الغني عن كل شيء حتى عن الحيز والمكان. بالله عليكم، يتمكن الإنسان أن يتصور إلها أعظم من هذا الإله؟ ولذا عظماء الخلق ماذا يقولون كما يروى عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي أنت أهل للعبادة. لو سمح لشخص، لو أمكن، مستحيل هذا طبعا، أن يخرج أحدنا، يخرج إلى أين؟ إلى أي رب؟ رب أعظم من هذا الرب؟ أمرنا ونهانا وصبر علينا وصبر ويتعامل مع الشخص لكي يهتدي كأنه وحاشا لله ذلك، كأنه محتاج إليك، هكذا يتعامل، هكذا يصر عليك أن تهتدي، هكذا يلح عليك أن تجد طريق الجنة، يريد تبريرا حتى يدخلك الجنة. في العديد من الروايات الشريفة عن العديد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام: أشهد أنك نعم الرب. الله نعم الرب. في مناجاة المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنا عندي رب هو الله، هكذا رب أنا عندي، هذه أكبر مفخرة لي. تريد أن تعرف معنى أشهد أنك نعم الرب؟ اقرأ عن آلهة الآخرين الذين يعبدهم الآخرون، اقرأوا عن آلهة النصارى، اليهود، المجوس، البوذ، لا حتى بعض المسلمين، حتى تعرف عندما نقول أشهد أنك نعم الرب عندنا إله هو نعم الإله هو نعم الرب.
في إحدى أشهر أدعية رجب المرجب، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. ثلاث مراحل يبينها هذا المقطع. المرحلة الأولى، يا من يعطي الكثير بالقليل، معادلة لا تحتاج إلى استدلال، واضحة من أبده البديهيات، لا يستحق أحد من الخلق على الله عز وجل شيئا إطلاقا. لا أقول لا يستحق المؤمن العادي، لا، سادة الخلق الأنبياء والرسل، الأنبياء والأوصياء، سادة الخلق في مقابل كل أعمالهم الصالحة في سبيل الله لا يستحقون على الله أي شيء. أي شيء يعني ماذا؟ يعني لا يستحقون أن الله عز وجل في مقابل أعمالهم الصالحة يعطيهم حبة واحدة من الحنطة، لا يستحقون. المعادلة جدا واضحة، شخص يعطيك 1,000,000 دينار هكذا تفضلا عليك، أنت تأخذ من 1,000,000 دينار دينار وتشتري به هدية تعطيها لهذا الشخص، تقول له أنا أعطيتك هدية بدينار أستحق أن تجازيني بشيء؟ يقول لك هذا الدينار مني. لا تستحق أن يقول لك شكرا، منه دينار هو أعطاك وأعطاه فوق الدينار آلاف المؤلفة، تستحق عليه شيئا؟ لا. ما يصنع المؤمن بل سادة المؤمنين الأنبياء الأوصياء لله عز وجل هي من الله عز وجل، من نعم الله عز وجل صنعهم، عملهم من ماذا؟ من مصادر، من نعم الله. يستحقون على الله شيئا؟ لا يستحقون حبة حنطة واحدة في مقابل كل الأعمال. سادة المؤمنين، فكيف بالمؤمنين العاديين؟ ولكن مع ذلك الله عز وجل في مقابل العمل الصالح يجزي جزاء حسنا، يجزي جزاء عاديا؟ لا. يا من يعطي الكثير بالقليل، عمل صالح عادي عادي ترى في مقابله شيء البشر لا يتمكن أن يتصوره، قوة خيال الإنسان، هذه القوة الضخمة في الإنسان، قوة خيال الإنسان جدا قوية، جدا سريعة، جدا واسعة. الآن أنت بقوة الخيال تتمكن أن تنتقل إلى 1,000,000,000 السنوات الضوئية ذاك الصوب، تتمكن أم لا تتمكن؟ تتصوره الآن، تصورت. قوة الخيال قوة عجيبة، قوة خيال الإنسان، هذه القوة السريعة جدا، القوية جدا، الواسعة جدا. الآن أنت تتمكن أن تتصور أكبر المجرات، تتمكن أكبر المجرات، تدخل في تصورك، في تخيلك، هذه القوة التي هي بهذه القوة والسرعة والوسعة لا تتمكن أن تعرف جزاء أصغر أعمالنا الصالحة. أي كرم هذا؟ أي جود هذا؟ يوجد عند أحد إله هكذا؟ ما لا رأى ما في بالنسبة للجزاء في القيامة، بالنسبة للجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى الخيال لا يتمكن، الخيال لا يتمكن أن يصل إليه. في مقابل ماذا؟ في مقابل أعمال عادية جدا جدا.
يا من يعطي الكثير، أي كثير؟ بالقليل. هذه المرحلة الأولى، هذه المرحلة الدنيا من كرم الله سبحانه وتعالى وجوده. المرحلة الثانية أعلى، يا من يعطي من سأله، لا ما عمل شيئا أصلا، فقط حرك لسانه خلص، سأله. سأله يعني ماذا؟ يعني توجهت إلى الله عز وجل، قلت كلمات، هذا السأله. في تعقيب صلاة الصبح أقرأ الرواية الشريفة، أسأل الله الجنة، أسأل الله الحور العين، أستجير بالله من النار، كلمات. الله يعطي الجنة، عجيب. الجنة، الجنة التي لا نتصورها، لا نتصور أصغر النعم فيها. في مقابل كلام، هذا المرحلة الثانية الأعلى، أعلى من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى جزاء عظيم في مقابل عمل صغير، المرحلة الثانية جزاء عظيم في مقابل سؤال فقط كلام، المرحلة الثالثة أعلى من المرحلة الثانية. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. لا أتعب نفسه بالعمل ولا حتى تكلم بكلمات، ما دعا، ما سأل، من الصباح إلى المساء آلاف الكلمات يقولها، لا يقول، لا يدعو، لا يطلب. الله يعطي. الأعظم من هذا، ومن لم يعرفه، لم يعمل انتهينا منه، لم يسأل انتهينا منه، أصلا لم يعرف الله. كم مليار مليار مليار، إلى الصبح قل مليار من النعم الله عز وجل ينعم بها على الكفار الذين لا يعرفون الله. لا يعمل، لا يعمل، لا يسأل، لا يسأل، لا يعرف الله. في كل يوم كم مليار، لا لا أقول في كل يوم، في كل لحظة كم مليار من النعم تنزل على الكفار. أي تفضل هذا؟ كافر منكر لوجود الله، لا يعرف الله عز وجل. ينسبون بعضهم ممن يعرف شيئا، ينسب أقبح القبائح لإلهه، لله سبحانه وتعالى، ويسمي ذلك الإله الله، وينسب القبائح له. وأية قبائح؟ جهل، ظلم. اقرأوا كتبهم، والله يفيض عليهم بالنعم. إلهي أنت نعم الرب، أشهد أنك نعم الرب. يوجد مقتدر؟ أصلا يتصور مقتدر يعطي له من ينكره أصلا، من ينسب القبائح له؟ نعمة واحدة، نعمة واحدة يعطيها له هكذا شخص؟ وهذا النعم، نعم عادية؟ لا، مليارات، أقولها بدقة، مليارات من النعم الحياتية، النعم التي لو فقد واحدة منها لا يتمكن الإنسان أن يعيش لحظة واحدة. نعم، ونعم، مليارات النعم هكذا. هذا الرب، نعم الرب. وكل هذه النعم، كل هذه التفضلات، كل هذا الفيض، حكمة الله اقتضت، إرادة الله اقتضت، ولا راد لقضائه، أن يجريها عن طريق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وإرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. بكم فتح الله وبكم يختم. إرادة الله، وهذه حكمة الله. عندما نقول الله محمد علي نقصد هذا المعنى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولذا الله سبحانه وتعالى أصر، ركز، أكد في كتابه لكي يعرف هؤلاء الأطهار إلى الناس، في آية واحدة، في عشرات، لا في مئات من الآيات القرآنية، في مئات باعتراف الآخرين، مئات أكثر. إذا يريد الإنسان أن يدقق في كلمات النبي صلى الله عليه وآله يجد أن القضية أكثر من مئات، ولكن هذا باعتراف الآخرين. مرة يبين طهارة هؤلاء في آية التطهير، مرة يبين عظمة أعمالهم، عظمة إخلاصهم في سورة الدهر، مرة يبين وجوب إطاعتهم في آية الإطاعة، مرة يبين وجوب محبتهم ومودتهم في آية المودة بالقربة، مرة يبين قدراتهم في سورة الحمد، مرة يبين وسعة علمهم وقدرتهم في الآية 12 من سورة ياسين، مرة يبين علم هؤلاء بكل شيء بالكتاب، وعنده علم الكتاب، وآيات وآيات، مئات الآيات. ماذا تريد أن توصل هذه الآيات؟ تريد أن تفهمنا من هم هؤلاء الطاهرون صلوات الله عليه. شمول كلمات الشمول، أدوات الشمول، كل من أدوات الشمول. نفي مطلق، إن من شيء إلا عندنا خزائنه، إن من شيء، نفي وإلا، حصر. عبارات وعبارات وعبارات. استكبرت أم كنت من العالين يا إبليس؟ لماذا لم تسجد؟ الكل أمر بالسجود، كل الخلائق أمروا بالسجود، فقط فئة واحدة ما أمروا بالسجود، العالون، محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين صلوات الله عليه. هؤلاء ما أمروا بالسجود. أنت لماذا لم تسجد يا إبليس؟ أنت من العالين، من هؤلاء؟ لا، فإذا أنت متكبر، استكبرت. وآيات وآيات. والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما علي بن أبويه القمي عنده كتاب اسمه فقه الرضا. في هذا الكتاب مضامين الأحاديث الشريفة، ينقل في هذا الكتاب علي بن إبراهيم، علي بن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه، كان في عصر الغيبة الصغرى، وتوفي بنهاية الغيبة الصغرى، في سنة واحدة توفي 3 أو 4 من كبار شخصيات الشيعة، علماء الشيعة، ابن بابويه، علي ابن بابويه القمي الكليني، والنائب الرابع للإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه علي ابن محمد السمري. هؤلاء توفوا في سنة 329، السنة الأخيرة من الغيبة الصغرى، في ذلك الزمن كان. في هذا الكتاب في فقه
رضا عليه الصلاة والسلام. يذكر طبعا في كتب أخرى أيضا هذا الشيء وارد، يذكر التشهدات المطولة، التشهد في الصلاة، هذا التشهد الذي يقرأه الناس عادة، المؤمنون عادة يقرأون هذا التشهد المختصر. التشهدات المطولة عادة لا تقرأ في الصلوات الواجبة لأن الناس عادة لا يحفظونها، من على الورقة في إشكال أن يقرأ الإنسان شيئا في الصلاة الواجبة. في الصلوات المستحبة ممكن البعض يقرأ بعض التشهدات المطولة، هناك يذكر ضمن التشهدات المطولة تشهد الشهادة بالوحدانية، بوحدانية الله سبحانه وتعالى، الشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وآله، الشهادة بأمور، إلى أن يقول، هذه عبارة واردة في فقه الرضا عليه الصلاة والسلام لابن بابويه القمي، هذه العبارة ثلاث عبارات، أشهد أنك ضمن هذا التشهد في الصلاة، التشهد الذي يقرأ في الصلوات الواجبة والمستحبة، يعني يمكن أن يقرأ، يستحب قراءة هذا التشهد إذا كان شخص يحفظ طبعا هذا التشهد في الصلاة الواجبة يقرأه، ضمن هذا التشهد أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن اللهم صل على محمد وعلى محمد وأن علي بن أبي طالب نعم الولي. السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في كتاب جامع أحاديث الشيعة ينقل قريب من هذه العبارة عن الشيخ الطوسي أيضا في كتاب المصباح بفوارق بسيطة نفس هذه العبارة، لعل العبارة هكذا، أشهد أن الله ربي نعم الرب وأشهد أن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الولي. اللهم صل على محمد. في بعض النسخ نعم المولى، وقد أفتى طبعا بعض الفقهاء السابقين باستحباب قراءة هكذا تشهد. المحق النراقي من جهابذة الفقهاء، من أعظم الفقهاء السابقين رضوان الله تعالى عليه، في كتاب مستند الشيعة يفتي بذلك، يبين استحباب هذا التشهد. بعض كبار مراجع التقليد اليوم يفتون باستحباب هذه العبارة على يحل. بالفعل الله نعم الرب، رسولنا نعم الرسول، إمامنا نعم الإمام، ولينا نعم الولي، هم الواسطة في كل الفيض. الميرزا إسماعيل الشيرازي فقيه شاعر كان يعيش قبل تقريبا 150 سنة، عنده موشحة، قصيدة موشحة من الروائع، جدا رائعة، رائعة في مضامينها، رائعة في طريقتها. تعلمون الموشحة، القصائد الموشحة قصائد لا يتمكن كل شاعر أن يقولها، الموشحة قصائد صعبة، الشاعر المتمكن يحتاج إلى 3 أضعاف من الجهد الطبيعي للقصائد العادية ليقول الموشحة. الموشحة الطاقة التي تصرفها من الشاعر على الأقل 3 أضعاف الطاقة التي تصرفها القصائد العادية. طبعا بين قوسين بعيدا عن حديثنا، الشعراء الطف عظماء في الموشحات، شعراء الطف روائع في الموشحات، عجيب هذا، هذا الشيء الصعب في شعراء الطف الذي يقول شعرا بالفصحى أو الذي يقول بالعامية بالمئات موشحات، هذه اللطميات التي نسمعها العادية بعضها موشحات، شعراء الطف لهم الحظ الأعلى في الموشحات من بركات المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وحبهم لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا يجعل يقولون هكذا أشعار بصورة عادية. يقول على أي حال في هذه الموشحة في مولد المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في مقاطع من هذه الموشحة القصيدة الرائعة،
يقول آنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور. يوم غش الملأ الأعلى سرور قرع السمع نداء كندا شاطئ الوادي طوى من حرمي. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد. فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الأملاك خرت سجدا مستجلى نوره في آدمي. ولدت شمس الضحى بدر التمام فانجلت عنا دياجير الظلام نادي يا بشراكم هذا غلام وجهه فلقة بدر يهتدى بسنا أنواره في الظلم. إلى أن يقول شاهدي في هذا المقطع يقول سبق الكون جميعا في الوجود وطوى عالم غيب وشهود كل ما في الكون من يمنى هجود. يعني ماذا كل ما في الكون من يمنى هجود؟ يعني كل ما في هذا الكون من يمنى أمير المؤمنين. عجيب ممكن؟ اللهم صل على محمد. نعم ممكن. هو يذكر الدليل لماذا النعم في هذا الكون في كل هذا الكون أليست من الله؟ من الله عز وجل. الله له يد مثل هذه اليد؟ لا، ولكن له يد. أي يد؟ يد الله. ما هي يد الله؟ هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كما ورد ذلك في الأحاديث الشريفة كل ما في الكون من يمناه جود. لماذا؟ إذ هو الكائن لله يدا ويد الله مدر الأنعم. اللهم صل على محمد. أقرأه مرة أخرى سبق الكون جميعا في الوجود وطوى عالم غيب وشهود كل ما في الكون من يمناه جود إذ هو الكائن لله يدا ويد الله مدر الأنعم. الله محمد علي صلوات الله عليه اللهم لك الحمد حمد الشاكرين أن جعلتنا عبيدا لك. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين أن جعلت الرسول المرسل إلينا محمد ابن عبد الله. اللهم صل على محمد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين أن جعلت ولينا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين أن جعلت أئمتنا آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبارك لكم هذا الأسبوع القادم المبارك بميلاد بذكرى ميلاد سيد الوصيين إمام المتقين ذاك الميلاد الذي كان فيه سرور رسول الله صلى الله عليه وآله عندما خرجت فاطمة بنت أسد من الكعبة المشرفة وتحمل أمير المؤمنين على يديها أخذها زوجها أبو طالب سلام الله عليه وجاء به إلى رسول الله. الحبيب يعطى للحبيب أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله اقرأ يا علي. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال له رسول الله قد أفلحوا بك يا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبارك لكم ذكرى ميلاد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد. أبارك لكم ذكرى ميلاد ذلك الصغير في أعين الناس العظيم في أعين المؤمنين ذلك الذي كان عمره قصيرا وأمده وعظمته طويلة
علي الأصغر ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبارك لكم هذا الأسبوع المبارك المليء بالبركات، أسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم ألا يطردنا من بابه، أسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم ألا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله الأطهار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.